زراعة عمليات زراعة القلب. نعم. يقال أن هناك ذاكرة للقلب. مثلا نقلنا قلب طفل إلى طفل ثاني، هذه دائما تتكرر المواضيع. نعم. فالولد الصغير هذا بعد سنتين أخذوه ودخل المحل، فحصل له رجال جالس فانطلق له ركض. نعم. وخمه، فيقول لك لما شافوا شو الموضوع حصلوا أن ابن هذا الرجل هو اللي تبرع للصغير هذا بالقلب. نعم. هل السوالف هذه شلون؟ طبعا في كل عصر وفي كل دولة حاجة اسمها باراساينس تجيكم، أخبار ما حول العلم، في علم وفي خرافة وفي ما بينهما، بين العلم وبين الخرافة. هذا مو بس في الطب، في القانون، في التاريخ، في كل، تلقى فيه علم بحت محكم وفي خرافة كذب واضحة وفي بينهما اللي يسمونها باراساينس. اقروا في جوجل، افتحوا باراساينس واقروا عنها. اللي يقولون الكلام هذا وتلقوا مسجلين فيديوهات وانه صحيح انت قلبك زي كذا، انا بروح ازور اللي اخذ قلب ابويا لانه يعرفني. طبعا علميا هذا الكلام غير صحيح. هذا يضاف لك اول شيء ايش، في سنة 1999 نعم، في مجلة طبية في نعم امريكا نعم انشرت 300 قصة بهذه الطريقة. نعم. هو تذكر قصص كثيرة، لكن أقول لك اشياء مهمة جدا. واحد، القانون الآن في العالم كله اللي يتبرع بالقلب ما يعرف وين رايح قلبه، أهل اللي متبرع بالقلب ما يعرفون وين رايح القلب حقه ولا يدرون منه، مميت دماغيا. يعني يأخذ من مريض سوى حادث في المدينة المنورة ويحط القلب في ثلج ويكون في مركز الزراعة عندهم عارفين في حالة ولد شاب في عسير منوم على العناية المركزة حالته سكور حقها 30، هذا على وشك الوفاة، وفي واحد في عرعر حالته لا أقل من 25، وفي واحد مثلا في الرياض حالته أقوى من حق عسير 35 واحد، فيقيمون الحالات يقول هذا القلب يروح للولد أخطرهم على الإطلاق اللي في مثلا الرياض، ينقل للقلب للرياض. ما حد يعرف المعلومة هذه، قلب محمد بن علي بن فلان إلى علي بن خالد، ما حد يعرف المعلومة هذه إلا مركز العظاء ولا يطلعها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما يعرف أنا شفت القلب قبل لا ينقل وخلال النقل وبعد النقل في المرضى الأجانب وفي السعوديين، ما يذكر شيء نهائيا ولا يعرف أي قصة من قصص السابقين. أنت ما تسمع كلام الناس، أنت روح بنفسك في عيادة زراعة قلب في التخصصي وفي خارج المملكة، أمسك أي واحد طالع تقول تعرف قلبك من وين جاي؟ يقول والله ما أدري منه لكنه جاني. طيب. تتذكر شيء من برا؟ يقولك لا ما أتذكر. فهذه تسمى أشياء تدور حول العلم لكنها ما هي علمية حقيقية. ونفرض طيب أنها صحيح، طيب واللي بلاستيك طيب تختفي ذاكرته؟ ما تختفي. فيعني ليست بهذه الطريقة التي تصور لكم في الأفلام يعني.